جالنا خبر هنا بيقول التلفزيون السوري الرسمي يعلن تفجير مسجد الإيمان بدمشق واستشهاد العلامة الشيخ البوطي بداخل المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره في زمرة الصالحين وأن يرزقه مرتبة الشهداء وأن يبارك له فيما فعله للمسلمين وأن يعوضنا عنه خيرا وأن يحسن عزاء الأمة فيه. ونقرأ الفاتحة لروحه الشريفة ولأرواح جميع موتى المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان.